السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عندنا دي سانجر لا 354، راني درت عليها فيديو كيفاش تبدل البينيون ودروكا الريغلاج نتاعها. غادي نتعرفوا كيفاش كي تكملوا الخدمة نتاع البينيون كامل كيفاش تريغلو هاد لا ماشين 354 ولا 496 ولا اي ماشينة اللي عندها هاد الشاريو. هاد الشاريو كيما هذا وتكون تحمل بورت كانات كيما هذه نفس الوضعيه تخدموها بهاد الطريقه اللي غادي تشوفوا معايا في هاد لا ماشين. قلنا اي ماشينه اللي عندها هاد لو شاريو التريجل كيف كيف. دروك عندنا الابره وهذا يعني راني حليت لي فيس تاعي هماني هذا لي فيس تاعي نحلم هذا اتها ليبر والشاريو يتحيدور بلا ما تدور بلا ما تمشى الإبرة باش غادي أنا رجل هاد لاماشين. الإبرة قلنا هيا طالعة وعدنا خطاف تاع الخيط هذا عدنا هو اللي يخطف الخيط عدنا الشاريو هذا هواني كما هذا هاد الخطاف تاع الخيط هواني الخطاف تاع الخيط هذا هو الخطاف دي يخطف الخيط من الإبرة هذا إلا كان هنا جامي تجيوه بالطورنوفيس هنايا إلا كان نقرض هذا وهذا لاسي ينقرض إلا نقرض غادي الماشينة ما تزيدش تخدم لكم عندكم هذا إلا نقرض لكم غادي لاماشين ما تزيدش تخدم لازم تكون هكذا هنايا مبوانتي وهذا هو اللي يخطف الخيط هاو غادي نوريكم كيفاش تريغلو لا ماشين قلنا خطاف الخيط اللي وريتو لكم هواني الابره راه هيا هودت كي تجي طالعه ديروا هذاك الخطاف فوق العين نتاع الابره هلا فوق العين نتاع الابره انا درت الخطاف نيشان فوق العين نتاع الابره ايوا راني درت انا الخطاف فوق العين نتاع الابره دروك غادي انا نزير هاد ليفيس تاعي زيرتو نزيد نزير كان واحد اخر هو نزيد نزير دروك لا ماشين نتاعي راها هلا لا ماشين نتاعي راها رجليه دروك هلا وفي هاد لابورت كانت كيما تشوفوا تزيدوا تاكدوا واش لابورت كانت ماهيش مهرسه من لهنا ولا من لهنا ولا من لهنا وما مجروحه ما والو على خاطر هاد البورت كانت كي تدي الخيط الا كانت بلاصه مهرسه ولا فيها جرحه ولا غادي الخيط يتقطع لكم في هذاك البلاصه اللي يفوت فيها الخيط غادي يفوت من لهنا على هاد البورت كانت ويروح لازم تفقدوا لابورت كانت نتاعكم بلي ما تكونش مهرسه كيما هكذا ولا تكون مقرودة ولا مجروحة كما تكون مجروحة كما هكذا تحكم لكم الخيط لازم توجور تفقدو كي تكون لاماشين تاعكم تقطع الخيط تفقدو هذه بلي راها مليحة وما فيها حتى جرحة ولا مهرسة من لهنا ولا من لهنا
كي غادي نديروها، كي غادي نديروها هاد لابورت كانات، هي حاجه طريقه سهله تديوها كامل لهيه وتجيبوه عندكم. هي حاجه سهله وبزاف دي كلي ما تركبلاش ويزيد يعرض لها هادي بحال لا ماشين ما تخدمش. لا ماشين تكون كيما راك تشوف هنايا، هذا يروح ليه، يروح كامل ليها هكذا، وجيب لعندك والبركانات تحكم بلاصتها في الصحيحه. وما تنساوش هذا، هذا ما تنساوش توجور تجيبوه لهنا كيما هكذا، هذا يحكم لكم لابورت كانت. وهنا توجور يكون عندكم الفراغ لسباس صغير باش الخيط يفوت لكم هذه البلاصه. اذا كانت مبلعه ومزيره هنا غادي الخيط يحصل وتقطع. وهنا تاني لازم تكون عندكم البلاصه فارغه باش الخيط كيفوت غادي يجبر منين يفوت. بزاف لي غادي يزير هذه على البورت كانت ولا هذه يزير على البورت كانت، لا ماشين ما غاديش تخدم وتقطع لكم الخيط. ولا بورت ولا كانت كي ديروها حاجه سهله، ديروها هنا لداخل كيما راهي. ونزيد لكم لابورت كانت نتاع هاد لي ماشين تكون هكذا، بزاف لي يدير لابورت كانت الكبيره نتاع لي ماشين السنجر هذيك الكحل ما غاديش تخدم في هاد لا ماشين. هاد البورت كانت ها كيفاش تجي صغيره هنايا في الحجم نتاعها، هنا في صغيره هنايا ما تكونش كبيره، على خاطر الا كانت كبيره غادي تطلع هنا والخيط كيدور غادي يحصل فيها. هاد لا كانت لازم تكون هاوده لتحتها، ما تكونش طالعه الفوق كيما هكذا كيما راكم تشوفوا، تكون لتحتها. والاخرين يكادوا طالعين الفوق والخيط كيدور غادي يحصل فيها، لازم تاكدوا عاوتاني من البورت كانت نتاعها. هنايا عندكم هذه هنايا ديروا الخيط نتاعكم كما راكم تشوفوا دروك هنايا، شوفوا هنا دير الخيط نتاعكم. الا كان ما فاتش يفوت ديريكتومون غادي لا ماشين ما تخدمش، الخياطه تكون مليحه. لازم تفوتوه في هذه البلاصه اللي راكم تشوفوا فيها هنايا، فوالا هو هنا، وتروح بها لهكذا فوالا. كما غادي نوضح لكم هنايا، هيا لابورت كانت، لابورت كانت صغيرة نقولو نديروها هنايا في هاد هيا لابورت كانت، ديروها هكا عندكم هنايا، هيا هيا هنايا، وجيبو كي ديروها في هاداك البلاص، كي ديروها هنا غادي غير تجبدو هو الخيط يدخل في البلاصه نتاعو الصحيحه كيما هكذا، باش على خاطر هذا ستا طوندور نتاع الخيط باش يفوت شويه مزير وعندو يعني تزيره من لهنا. الا كان مرخوف بزاف راه عنده هنايا وتزير هاد الفيس الاول، ما تزيرش هذا، هذا هو اللي يزير باش يطوندي لكم الخيط. فوالا تجي كيما هكذا، وما تخليوش الخيط نتاعكم ديريكت يخرج خاطر الخياطه ما تكونش مليحه. دروك انا هو درت لي، وهذه هي عندها هنايا باش تطلع وتود من تحتها، طلع هكذا ودير نتاعك فوالا. والخيط نتاعها حاجه سهله باش ديروه، ديروها هكذا هنا. هو هذا هو طوندور نتاع الخيط. الخيط غادي يفوت من هنا ويجي على هذه ويهود لهنا ويطلع للطوندور هذا تشوفوا فيه، ومن بعد يهود للإبرة. هلا
الماشين هاي تخدم الماشين راه تخدم الخيط الماشين راهي تخدم كما كان لا ماشين راهي تخدم كما كانت. بدلنا البينيون نتاعها ورجلناها ولات لا ماشين حاجه مليحه وسالمه كما راكم تشوفوا. ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.